Alexandre à y aller. Alors, autour de cette table ronde, je crois qu'il y a une diversité à la fois d'approches, à la fois de nationalités. Là encore, c'est une autre expression de cette universalité de l'œuvre akbarienne. Et nous allons peut-être demander dans un premier temps, rapidement, à Sidi Samad Romero de nous dire quelques mots sur cette œuvre akbarienne, d'autant plus que je crois que vous avez procédé à la publication, à l'édition des Futuhat dans une nouvelle forme récente. Et Sidi Samad Romero est espagnol, andalou, il a... dans le même endroit, dans la même région où a vécu Ibn al-Arabi. Et je pense que vous avez une sorte de village soufi, d'après ce qu'on m'a dit. Parce que c'est très très beau. Hein? J'ai eu quelques nouvelles. Moi, je n'ai jamais rien dit, mais moi, on va venir vous rendre visite, Inch'Allah. Hein? Inch'Allah, fait le Moustiqbal al-Kharib. Et ils ont une grande zaouia sous forme de village. Et ils y font des enseignements sur le soufisme et bien sûr à partir aussi des œuvres akbariennes. Mais je crois qu'ils ont procédé aussi à l'édition, une nouvelle édition des Futuhat. Et vous allez nous en dire quelques mots, Inch'Allah. Ibn Ibn. Ça va, ça va. كل اللقاءات وشكر الكبير ويميز في هذا الرجل الصوفي العظيم حبيبنا الشيخ فوزي سكلي وهو الذي احترام وانا نكون هذا لذاهر كلبي يعني جهوده نعم فبعد الثناء ولو انك تنظرني بعين الرضا والتعظيم الا انني مريد متواضع وشيخي لازال الحمد لله في الحياة وأنا مريده شيخي الحمد لله قادر يبتش فالتحية إليكم جميعا والسلام التحية للإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع فكما قال الأستاذ فوزي أنا إسباني أسلمت منذ 34 سنة في الثمانينات فالحمد لله الذي جعلني بعد لوجه الله سبحانه وتعالى أن الدخول في الإسلام كان قراءة كتاب صغير من ابن عربي بالإسبانية يسمى تراتادو دي لا اونيداد يعني عن التوحيد فأنا كنت لا ديني يعني لا يهتم في الأمور يعني الأديان كله وأنا ظننت الإسلام مثل أديان أخرى يعني فيها يعني ما في شيء ثابت في لا بالقلب ولا بالعقول فأنا كنت هذا الكتاب أعجبني كثيرا هذا بعيد منذ 34 سنة فأنا كنت يعني أسلمت الحمد لله في غرناطة ثم كنت مدة طويلة في مكة في جامع أم القرى 12 سنة لدراسة اللغة العربية ودين الإسلام بعد ذلك كنت 10 سنوات بين القاهرة ودمشق يعني تقريبا من وراء يعني محي الدين ابن عربي فلذلك كنت يعني أحبه إلى الآن كثيرا فأحيانا نفكر يعني كأنني دخلت في الإسلام بدعاء هؤلاء الأولياء الذين يعني ماتوا ودعوا لنا كأننا نعود مرة ثانية الأجيال الجديدة الآن ولأن ما كنت يستحق أن أكون هذا الشهادة بالإسلام بحياتي الفنية قبل الإسلام فأنا كنت لماذا أنا يدخل في الإسلام ويكون هذا فأبدأت يعني بالاختصار أنا نريد أن نطول الكلام فكنت اهتمام كبير في المخطوطات الإسلامية فسبحان الله هذا كنت عندما جيت إلى هنا اليوم كنت أفكر كيف يقولون أن يعني العنوان الجلسة اليوم هو المؤلفات ابن عربي فالمؤلفات ابن عربي كثيرة جدا يعني يقولون فوق 200 فأنا اختيرت واحدة فقط يعني مخطوطة واحدة من ابن عربي لكن هذه مخطوطة عظيمة كبيرة جدا هو الفتوحات المكية
الذي يعني جاء هذا الكتاب يعني عمره كان يعني خمسة يعني عندما يعني تقريبا ابن عربي يعني ولد 1165 ميلادي وتوفي 1240 يعني 75 سنة عمره 75 سنة حتى نكون فكرة. فالفتوحات المكية يعني بعد يعني تأليفه في مكة وهو يحج في الحج يعني عاش ابن عربي 35 سنة في الأندلس. إنما كان في الأندلس زار فاس مرتين، هذا مكتوب في الفتوحات مرتين، وكان يعني في 35 سنة تقريبا في الغرب يعني في الأندلس يزور تونس المغرب. فالأربعين سنة في حياته كانوا في الشرق في دمشق الذي توفي 1240. ثم بعد ذلك وهذا في هذا الوقت كان يسافر كثيرا إلى العراق إلى الأقراط إلى القدس إلى مكة إلى يعني كل المنطقة. فهذه 40 سنة ألف هذا الكتاب. بدأ يعني الكتاب يعني بدأ في 598 هجري وكان 31 سنة يكتب هذا الفتوحات المكية ابن عربي. فهذا ثم أعيد مرة ثانية الكتاب في ثلاث سنوات يعني سنتين قبل أن توفي. فالمهم هذا الكتاب موجود عندي، هذا الفهرس والمقدمة، وكأنني يعني طبعا أنا متخصص في المخطوطات الإسلامية والرئيس المنظمة اسمه تيما الآن، يعني نحن منظمة يعني تقريبا 600 من المتخصصين في العالم يعني متخصصين في المخطوطات الإسلامية يسمى تيما، وأنا الحمد لله سنتين يعني أكون المسؤول عن هذه المنظمة. فأنا اختيرنا هذا من 10 سنوات هذا المخطوطة. فتاريخ هذا المخطوطة عجيبة، يعني في هذا المخطوطة أنا أضحك يعني عندما تكون هذا المخطوطة بعد هذا 700 سنة تقريبا، يعني في أشياء في المخطوطة يعني أنا أقصد المخطوطة الأصلية الذي كتب بأيده ابن عربي، هذا المخطوطة الموجودة في كونيا هو المخطوطة الذي ألفها يعني من 31 سنة ابن عربي، صفحتها 12,000 ورقة، يعني في يعني ستة في يعني هو كتب يعني مرتين يعني بأيده، مرة الأولى يعني كان هو 31 سنة التأليف منذ وصل في مكة ابن عربي إلى أن تكون في دمشق، وانتهى النسخة الأولى الموجودة في 900 هجري 29 هذا الأولى، ثم أعيد مرة ثانية في 932 إلى 36 ثلاث سنوات يعني سنتين قبل موته هذا المخطوطة. هذا المخطوطة يعتبر المخطوطة الوحيدة في العالم والموجودة في كونيا. ماذا عملنا نحن؟ يعني منذ 10 سنوات يعني في تقريبا أكثر من 30 يعني شيوخ وعلماء في القاهرة يعني في تحقيق هذا الفتوحات المكية، يعني الآن في تريد يعني قد انتهى، نحن الآن وضعناها في الإنترنت حتى الناس، يعني هذا نقطة مهمة جدا، لم يكن الفتوحات المكية للمتخصصين فقط، يعني الفتوحات المكية إنما ذكرنا هذا يعني بحر يعني كتب يعني كل حياة ابن عربي كل الأشياء الموجودة. وعلى سبيل المثال نكون سمعت هذا الصباح يعني عن الكتاب عن الفصوص الحكم، يعني فصوص الحكم كتبه سنتين قبل أن تنتهي الفتوحات المكية في دمشق. وإذا تقرأ هذا الفتوحات الفصوص الحكم الآن يعني تجده يعني كل شيء موجود في الفتوحات المكية، لأن هذا الفتوحات المكية يعني عنده يعني شيء يعني عنده شيء يعني الجدير بذكر أنه عندما كتب الفصوص الحكم كتب في المقدمة كيف يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أن يكتب هذا الكتاب،
وكان حتى سماه كذا فصوص الحكم قبل سنتين أن ننتهي الفتوحات المكية. فهذا الكتاب الفصوص الحكم يتكلم عن 27 رسل النبي. فهذا الرسل النبي يعني موجود كلهم في الفتوحات المكية. في هذه الأوراق إن شاء الله ما في متأسف للوقت يعني ما ناس ما لنا هذه الفتوحات نحن الذي فعلنا هذا الفهرس فقط للفتوحات المكية في المخطوطة الفهرس والمقدمة. إذا في وقت ممكن نقرأ لكم يعني نقطة واحدة من الداخل الفتوحات المكية. أنا الآن أتكلم على المخطوطة. أتكلم عن المخطوطة كيف حصل. والمخطوطة شيء غريب جدا. كيف نحن إلى الآن ما يعني نحن نسمع كثيرا كتب يعني في الشرق وفي الغرب يتكلم عن ابن عربي يتكلم عن الفتوحات المكية، ولكن الأصل والموجودة في كونيا يعني قليل جدا من الناس الذي طلع عليه في جامعة يعني في القرن 19 من العلماء يعني في التابعة الأولى والثانية في بولاك في مصر يعني في تابعة بولاك موجودة الآن في دار الكتب المصرية كانوا يسمون في ذلك الوقت كتب يعني دار الكتب العربية الكبرى هذا الكلام الاسم الصحيح ثم غير في يعني بعد قبل سنوات إلى دار الكتب المصرية هذا مكتبة تبع اسمه تبع البولاك تبع مرتين لكن ما كان اهتمامه في هذا الاتباع عن المخطوطة الأصلية فلذلك جاب الأخطاء كثيرا جدا ثم أعيد مرة ثانية في قرن 19 ميلادي 19 يعني أعيد مرة ثانية هذا الاتباع في دار الكتب المصرية دار الكتب العربية الكبرى كان يسمون في ذلك الوقت هذا الاسم الجميل العربية الكبرى فهذا الاتباع هذا الكتاب ما كان يهتم أيضا في المخطوطة الأصلية الموجودة في كونيا ماذا فعلنا نحن قبل 10 سنوات؟ يعني في جماعة كبيرة في علماء هنا في مصر وكنا في البداية في تحقيق الكتاب وجعلها الكتاب في لغة مفهومة يعني لغة الأسلوب ابن عربي صعبة يعني في أشياء كثيرة من المجازي وأشياء يعني في اللغة العربية يعني نكون مستوى باللغة عالي وأيضا مستوى في العلم في علم اليقين علم الغيب حتى يفهم ما هو الأسلوب ابن عربي موجود هنا الأسلوب ابن عربي إذا سمح لنا في محاولة ثانية ممكن أتكلم في هذا الموضوع يعني أنا الآن أتكلم عن المخطوطة والمخطوطة ما وصل إلى الآن سليمة يعني بلا أخطاء إلى يعني التأليف اللي كان في دار الكتب في تأليف منذ 160 سنة هذا المخطوطة أخذ الكثير من الناس يكتب عن ابن عربي يكتب عن الفتوحات وفي أخطاء كثيرة بصراحة وبالكتب لم يكن للكتب الغربية الكتب الشرقية نفس الشيء فعندما نحن نكون أمامنا في هذا المخطوطة قريب موجودة أنا هذه المخطوطة إذا مثلا إذا تكون في الـ في الـ في الـ في البعث يعني كلمة يكون مثلا عيسى عليه السلام فهذا الكلمة يأتي بكل الكلام الذي جاء بالمخطوطة كونيا ومخطوطة القاهرة كل الكلام أنا وضعت يعني كلمة الخضر كلمة جميلة حتى كيف يتكلم كان الاتصال مع الخضر كثيرا ابن عربي فجاء كل الأوراق الموجودة الذين يتكلم عن الخضر وإذا أي نبي تحطها في الإنترنت ويكون في كل الصفحات الموجودة في الرقم كذا في صفحة كذا ويتكلم في هذا كل 27 أنبياء والنبي الذي كان يتكلم في الفصوص والحكم موجودة في التفاصيل في الفتوحات المكية إذا تأكل واحد أنبياء من الرسل يكون نفس الكلام الذي موجودة هنا في الفتوحات وموجودة في الفصول الحكم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا عندما أمر له بكتاب هذا الأمر فكان تقريبا اختصار
شديد وكبير عن الفتوحات المكية، حتى الناس لم يكثروا عليها. الفتوحات المكية بحر كبير. فالاختصار بالحكمة وبالعلوم الباطنية في الكتاب الفصول الحكم كان موجودة في الفتوحات المكية. فإن شاء الله إذا في الدكتور فوزي نأتي بالكلام ونرد ونتكلم أشياء داخل الفتوحات. أنا نحن كنا نتكلم عن المخطوطة فقط، عن تاريخ المخطوطة. فإذا في نعم فرصة اليوم أو غدا أنا إن شاء الله اليوم إن شاء الله نتكلموا من جديد. شكرا شكرا سيدي عبد الصمد. وفقط أتمنى حتى الآن غادي يكون لك أسئلة كثيرة حول هذا المخطوط، لأن هذا سيثير مجموعة من التساؤلات. وفقط شيء واحد وديت أن أفهمه أكثر، هو قلت أن الأسلوب تغير، هذا ممكن؟ حاولت تبسطوا الأسلوب أو أسلوب ابن عربي الموجودة الذي كتب بنفسه وموجودة في الأسلوب ابن عربي أصليا، ليس الأسلوب تغيرت. ما تغيرت، لكن الأسلوب موجودة، الأسلوب ابن عربي في نقاط. وقمتم بنسخة أخرى هي تبسط كأنها تشرح. صحيح، نقطة واحدة. يعني في المخطوطة كونيا هو الأصلية الذين كتب هو بأيدي، يعني في مخطوطين، خط الموجودة هم ما كتبوا مثلا في المخطوطة الأصلية، ما كتبوا مثلا الرسوم، هم كثير جدا الرسوم، التصوير، الصور غير موجودة، لكن في المخطوطة الأصلية كل ما هو على الهامش كبير موجودة. لكن الأسلوب طبعا الأسلوب نعم يتغير الكتابة، لكن الأسلوب لا. نعم الكتابة فقط. لا هذا شيء واضح. نعم هو الخط وليس الأسلوب. أنا قلت بأسلوب أسهل، قلت ربما هذا نوع من الشرح، نوع من الشرح للنسخة الأصلية. شكرا ونصفق لهذا العمل الجديد والجديد. كل صراحة يعني من عجائب العربي حتى وقتنا هذا، وكل شيء كل وقت يظهر بشيء جديد، وكل يوم هو في شأن، وكل يوم هو في شأن. Donc, si j'ai encore deux mots que vous vouliez rajouter, il y a d'autres côtés, très belles. Avant, nous remercions le docteur Oustad Souad Hakim, et son nom est le Moussammah, la Sa'ad et la Hikma. Il y a vraiment, Ibn Arabi, la première fois qu'il est entré dans le Khalwa, il a 20 ans. قبل ذلك في مرسيا، يعني طبعا ابن عربي كان عائلته يعني من العلماء والأولياء، أمه أبوه كان من الكبار الفقهاء والعلم المعرفة. فهو سافر إلى إسبيليا في عمره كان 18 سنة، في دخل في الخروة في 20 أول مرة. يعني هذا ممكن نعكس الكلام، هذا ليس كلامي. شوف أنا أتكلم أستاذ دنيس في المخطوطة الأصلية، هذا كتاب من ابن عربي نفسه. يعني ليس أنا يقرأ المخطوطة، هو يكون هذا يعني على كل حال هذا ليس خلاص، ما في مشكلة تاريخ ولا أركان ولا سنوات. احنا هذا جرى هذه 7 قرون، يمكن نسمح إلى 10 سنين ولا 15 سنة. أيوة، على فكرة الكلام بالدنيس في عندما ذكر الرسالة الكسيرية، طبعا الرسالة الكسيرية يعني كتبها الإمام الكسيري قبل ابن عربي بسنوات. فهو في قصة جميلة جدا في الفتوحات، الذي كيف دعا في رحلة جميلة من إسبيليا إلى جبل اسمه المنتظر في الخيول. فكان رحلة جميلة، يفسر في الفتوحات كيف قدم له باسم شعيب أبو مدين هذا الكتاب الرسالة القصيرية. لكن إن شاء الله لن ندخل هذا الموضوع. المهم يعني هو سألني الأستاذ فوزي الكلام عن المخطوطات والعلاقة معنا ابن عربي السوسيتي، يعني علاقة بنتي
مديرة في المركز هنا في دار الكتب، فعندها علاقة، وزيده اسمه داود سوتم أيضا عنده علاقة معه، ليس أنا عندي علاقة مباشرة، لكن أعرف ماذا يعملون. المهم هذا الذي ذكر عبد القادر، الشيخ عبد القادر الجزائري الله يرحمه، هو يعني القصة أنا أقرأها حرفيا. يعني وتم فيها يعني ذكر الشيخ محمد زهري العمراني رئيس اللجنة التصحيح بمتبعه دار الكتب العربية الكبرى أنه فات كعبعتي بولاك والأكوف على نسخة المؤلف، وأنه من العناية الإلهية أن سيكت له نسخة تمت مقابلتها على نسخة الكونية التي بخط المؤلف. قابلها جماعة من العلماء بأمر الأمير عبد القادر الجزائري رحمهم الله، يعني هذا يعني واضح. لكن كما قدم الدكتور عثمان جاحية الذي ذكر السيدة، الدكتور عثمان جاحية رحمه الله تحقيقا للكتاب ووصل فيه إلى السفر 14، السفر هو جزء يعني وصل في التحقيق 14 جزءا بحسب التقسيم مخطوطة كونية، يعني مخطوطة كونية عندها 37 باب يعني سفر، يعني أخذوا 14 من 37 يعني تقريبا ثلث، وهو توفي فما كمل العمل، يعني أخذ نسخة منها. فنحن لذلك نحن عملنا نأخذ النسخة الموجودة في مكتبة الكونية والأصلية، ومكتبة أيضا في القاهرة الذي كتب وحكم الأستاذ مصطفى الحلبي وإخوانه في دار الكتب في ذلك الوقت، يعني النسخة الأخيرة في القاهرة الثالثة، ونسخة الأصلية الثانية من ابن عربي وهي موجودة في تركيا في مكتبة الإيكار في تركيا. هو المخطوطة كونية المشهورة والأصلية، فهذا هو التوضيح. شكرا لك عبد الصمد. إذن هذا تنظن هذا مجال مفتوح لنا، مجال البحث والتنقيب والتحقيق والمقارنة والاستخراج. هذا مسألة ليست فيها إشكال، لأنه هذه بحث علمي، مع الوقت يظهر ما يجب أن يظهر من حيث الأدلة ومن حيث المعطيات التي نحصل عليها. إذن أنا أعتقد أنه هذه المسائل مفتوحة، وأنا سعيد جدا بأننا الآن واحد الأرضية الحمد لله لكي نفتح هذا العمل إن شاء الله. وبالأخص أنا فرحان جدا كذلك بفكرة أنه يكون الطباعة تكون بأسلوب الآن بمعنى أن واضح، هذا ما كنت تقوله بالنسبة للخط، أن يكون خط واضح بالنسبة لقراءتنا اليوم في وقتنا المعاصر، وهذا شيء مشجع جدا. لأن حقيقة لما تفتح الفتوحات المكية الآن الموجودة فصعب جدا أن تفكك بالنسبة